كليه الهندسه قسم الهندسه الميكانيكيه بجامعه سيده الويزه وسام فارس من تحقيق انجاز استثنائي من خلال سياره فورمولا اس اي اي كمشروع تخرجه بتاهله للمشاركه بمسابقات فورمولا اس اي اي لتنظم بين الجامعات العالميه ضمن معايير محدده. بمساعدة بنك بيبلوس وجامعة سيدة الويزي تم تطوير السيارة بنسختها الثانية مع محرك بقوة 190 حصان بتصميم هيكل أكثر قوة وبوزن تخطى 450 كيلوغرام ضمن تخطيط ميكانيكي أكثر إحكاما مما بيعطي المشروع قدرة تنافسية عالمية بين مشاريع جامعات عالمية. كما بيقوم الطالب وسام فارس بالعمل على إنشاء مؤسسة بترعى تنظيم مسابقات عالمية ضمن فئة SAE بلبنان حيث يمكن للمنافسين إظهار القدرة الهندسية.